وبركاته يا اغلى اخوات، صباح الخير عليكم. صباح النور والسرور والورد والنشاط والفرحه. مبروك عواشركم ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا باي امنيه اللي باقا ما حققتش شي حاجه يا ربي تحققها ليها في هذه العواشر يا ربي، وخلي لكم صحيحتكم حيت الصحه هي كل شيء. اي حاجه نحقوها، اي حاجه نديروها غير بالصبر البنات، بالصبر كنأكد، بالصبر ربي كييسر في اي حاجه، وغير بالحلال ربي كييسر ليك الحمد لله. ان شاء الله كيف ما شفتوا البنات الصراحه اليوم في بيت البنات انا ضربت عليه بواحد التخبيله، كنشارك معكم صبنت البارح الزريبيه، المهم حيت عليا غير بدلت ليهم كيف ما شفتوا، مسحت المهم راكم عارفين مسحت الغبره، قاديت لي مجموعه كامرا كانوا منوضين لي القربال باللعابات، وحيت الخاميات هما صبنتهم واخا صبنت الخاميات البنات بقى لي دابا غير نقادهم. اليوم الاحد ان شاء الله راجلي اليوم خدام، غيجي شويه بكري غندوز نوجد الغديوه بسرعه، ما بقاش ليا الوقت بزاف. المهم راكم عارفين ملي كتصبحي تجبدي في الركانه صافي الوقت كيدوز بالزربه. المهم ان شاء الله، وحاجه اخرى اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي كنت قلت لكم راني باغا ناخذها، الجليج. واخيرا البنات اختارينا واحد الجليج غنخليه لكم تشوفوه، ومهم انا غنشرح لكم اين هو ديال الارض، اين هو ديال الحمام، واين هو ديال الكوزينه. المهم غنشاركوا معكم وشوفوا الاختيار. المهم كيف قلت لكم اخترت شي حاجه سامبل. بالنسبه للاثمنه لا بغيتو نقول لكم الاثمنه في الفيديو الجاي، نقولها لكم. المهم خدينا شي حاجه زوينه البنات، وهذا الشيء من اختيار الاخ ديالي حيت راكم عارفين الاخ ديالي يعني كيعرف لهذا الشيء الجليج، حيت هو اللي غيخدموا لي بيدو ان شاء الله، هو اللي اختار شي حاجه زوينه. المهم شوفوا خذوا فكره بالنسبه للبنات اللي باغا دير الجليج، وبالنسبه للبنات اللي كاينين زهراوي اللي باغا تصافي دار كنتي هنايا الحمد لله هنا عايشين بخير نقيين، هذا هو اهم حاجه. اما كلشي نديروه في الحياه بالصبر كلشي نديروه، حاجه لا قاديتي دارك في المغرب ملي تمشي هذيك الشهر ولا ديك الشهرين تعودي تمشي لدارك. الحمد لله كاين دار الوالدين، انا الدار تبارك الله 150 متر كنمشي ناخذ بيت المخير الصراحه، ما كاينش اللي يقول لي تاء. ولكن البنات شي حاجه ديالك راه راكم عارفين شي حاجه ديالك، الا مشيتي حليتي سارو الدار مشيتي ديرك لدارك حاجه اخرى. اما البنات هنايا راه غنديروا ان شاء الله بشوي بشوي، وتيكبروا الوليدات هذيك الساعه نقادوا امورنا ولا سهل لنا الله نشريو شي حاجه هنايا، علاش لا، كلشي كلشي ربي كيسر فيه. واي حاجه تمنيناها انا كنت كنتمنى غير ربي كوزينه وربي كيسر في اي حاجه. المهم الغزالات غندوز نركب الخاميات وغنوريكم الجليج نخليه ليكم، وهذا ندوز نشارك معكم ماما مهير غندوزو معكم اشنو غندير فيه غنبارطاجيه معكم. وهانتم معايا اخواتي، انا اعطيوني حتى الراي ديالكم، راه حتى الراي ديالكم مهم بالنسبه لي. بالنسبه لهاد المهم هاد اول جليج هذا هو اللي اختاريت الارض البنات، كيف ما كتشوفوا في هاد الزواقه بحال هكا، وهو سامبل راه كيف ما كتشوفوا. المهم هذا هو اللي اختاريت نديرو في الارض. وبالنسبه هذا البنات هذا اختاريته للكوزينه كيف ما كتشوفوا، هذا اختاريناه للكوزينه. المهم عطيوني حتى نتوما الراي ديالكم وقولوا لي كيف جاكم. وهذا البنات الحمام، هادو الحمام كيف ما شفتوا حتى هو زوين، هذا عجبني هذا صراحه. المهم وبالنسبه للارض ديال الحمام بغينا نختارين هذا، المهم هذا هو اللي اختار الاخ ديالي، ولكن احنا قلنا لا ما عجبناش. المهم زكريا قال لينا لا نديروا الخامه كحليه، زكريا الخامه بغينا نديروا البنات الخامه كحله يعني في الحمام وفي هذاك المريو، وفهمتوا البنات يعني، وفي هذاك القشر الحوت هو اللي بغيت ندير في الحمام حتى هو غيجي زوين بزاف. هذا ما المهم ما غنديروش، رسلوا لي وكلشي، ولكن ما المهم صافي اختارينا الاخرين وخدينا الاخرين البنات. وبالنسبه لهذا المهم هذا هو اللي وريتكم ديال الكوزينه،
هذا هو ديال الكوزينه عاود حطيته ليكم. صافي هادشي اللي كان البنات. المهم قولوا لي كيف جاكم، خلي لي الاراء ديالكم الغزالات، راه حتى الاراء ديالكم مهم كيف قلت لكم. شي حاجه سامبل وشي حاجه البنات خلاوها جديده، ما خسيناش كثره الزواق وداكشي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات دست كنوجد الغداء، غادي يوت اليوم البنات. عندي شويه القيمرون قلت غندوز نعمر به الفلفله معمره بالقيمرون والروز. المهم هنا البنات درت البصله اللي شديتها كنشحر فيها، وغنضيف عليها شويه مطيشه تشحر، وغندير فيها العطريه. هنا عندي البنات الروز، هذاك الروز الاصفر هو اللي باش كنعمر انا الفلفله، كيجي زوين هذاك البنات. المهم كيجي محلول. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راه درت الربيع الثومه في الاول مع القيمرون اللي شديتو قطعته قطع صغيره. الثومه ديروا الصدر ديال الدجاج ولا الكفته وخاصه الصدر ديال الدجاج كيجي زوين. صافي العطريه البنات غير العطريه العاديه، وهنا درت عطريه الحوت. المهم العطريه اللي كندير في الروز هي اللي درت في، المهم كندير في الشرموله اللي كنطيب فيها باش المهم فين نطيب الفليفلات. صافي كيف ما كتشوفوا هنا ضفت شويه زيت الزيتون. صافي وغنخلط مزيان هاد الشرموله، وغنعمر بها الفلفله. هنا البنات الفلفله راه شديتها حليتها من الوسط، خويتها وغسلتها وحطيتها هنا كتستكتر تستكتر. صافي هانتوما البنات كيف ما شفتوا كيجي محلول هذا الروز الاصفر، هو باش كنعمر دائما ما ديروش هذاك الاخر ما كيجي زوين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنعمر هاد الفليفلات، وعاده غنشارك معكم لاصوص حتى هو فين المهم فين غندير حتى هو كيجي زوين. وخليت الفلفله تشحرات مزيان مزيان، عاده ضفت عليها هذاك شويه لاصوص ديال المطيشه. وانتوما حكوا مطيشه البنات الا كانت عندكم، الا ما كانش عندكم بحكوا القرعه، المهم صلصه ديال المطيشه ديال القرعه. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه كيستعملوا غير مطيشه. صافي ما عمرتهم ورجع معاكم. هانتوما ها لاصوص ها هو وجد عندي كيف ما شفتو، من بعد ما تشحرات مزيان البصيله. صافي غنزيد فيها في هانتوما. كما كتشوفوا اخواتي كانت هديه غديوت اليوم. هانتوما كيفاش كتجي، غنحل لكم كيفاش كيجي هذاك الروز محلول وزوين. صراحه هاد الاكله زوينه، اكله مغربيه 100%. هادشي اللي كانوا زالاتي. صافي وحط درت معها شويه شليضه، وقطعت شويه دلاع، والخبز بالنخاله اللي كنت درته الصباح. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال اخواتي. وان شاء الله غير غنتغدى ونعس البنيات شويه، وغنشوف لكم غنديهم شويه للبحر فاضحيني، غنديوهم شويه للبحر، وهانتوما معايا ان شاء الله في هاد النهار. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما تغدينا وجمعت غسلت المواعن، دست هنايا صوبت ليهم ملفاي. قالك باغين ملفاي، درينا ملفاي، درينا صبيرات ديال ناكلوها تما. هانتوما صوبتها غير بهذيك الباستا اللي كنت شاركت معكم، يعني بسرعه كتوجديها خاصه الا وجدتي الكريمه معنا. الكريمه وجدتها ملي كنت كنطيب في الغدا، صايبتها معايا وخليتها حتى بردات. صافي دابا غنقطعها وندير عليهم في الصوبيره، وغنشوف بغيت نصوب ليه مع عصير وحرت، ما عرفتش نصوب ليه مع عصير ولا ما عرفت. المهم غنشوف البنات، بغيت نوريكم شوفوا اشنو جاب ليا من الخدمه. عفتو كان موت على الكرموس، كلت موت على الكرموس، يا ديال يا هاد الكرموس هذا ولا الاخر، وخاصه هذا البنات كان موت عليه، كان موت عليه البنات. قال لي دابا الله واحد الشجره دارو فين كيخدم. قال لي نعود نجيب لك ديما تتقنعي تقول لي صافي بركه. ايوا هانتوما حتى هو نديرو ليهم ناكلو منه. المهم درت غير شويه وشويه خزنته تنجي من ناكلو ويا سلام ما كتوحمي. الغزالات رجعت معاكم، حنا جينا دابا المهم جينا تما
جبت واحد العيبه فرشها ليا وجبت لهم فوطات، واصلا ما جناش المظل، ما كاينش شي حراره، ما كاينش الشمس، اما راه كاين الزمس ولكن ما كاينش شي شمس على حساب حيت جينا معطلين. ماما حيت مجعيان ونعس شويه صافي، وما قديتش نفيق ونقول لي واخا بناتي كون مرجعوا عندي كون ودي بابا نكون نخليهم مسكين يتكى شويه. عرفتو الجو زوين، واخا فهاد الشيء الجو زوين. عرفتو جيت لحد بلايصه غير قريبه هنا حدا الدار، ما بعيداش، ماشي ديك البلاصه اللي كنت شاركت معكم ديك المره، غير حنا حدا الدار ما كاين حتى واحد، خاويه الدنيا، كاين غير اللي هي شويه ناس، وهنا الدنيا خاويه. ملي كتكون الدنيا خاويه كتصيب لك الحريه. الله يستر عليا. صافي وانتم معايا، شوفوا الناس. الله. هاي 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 هاي. خليك ليلي يا زاني ونطير معك في لالاني، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا زاني ونطير معك في لالاني، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. أنا وأنوم المهم الغزالات ديالي رجعت معاكم. المهم بغيت نسد معاكم الفيديو هنايا، وجاني واحد المهم واحد التعليق، واحد الاخت كتطلب فيا زهره عافاك راني حليت الماكينه غسلتها وما عرفتش كيفاش نردها، كنت نهار حليتها نهار وريتها ليكم. ومهم وبزاف البنات اللي شكروني قالوا يا زهره ما كناش المهم ما كنصحبوش كتحل، غتا انا هكاك البنات راه حل لي زكريا قال لي راه كتحل هذه. المهم بالنسبه لهاد الاخت راه اللي ما عرفاتش تسدها، قالت لي زهره راه ما بغاش تسد ليا، شوفي راه هذه هانتي هذه راك قلباها، متاكده بانك هذه قلباها، هذه ديرها هنا الفوق، لا حاولي تقلبي غير هذه، راه كنت انا كنتقولب هانتي هذه غير هادي، هانتي غير هادي حاولي تقلبيها صافي، راه عرفتها غير قلتيها لي عرفتك ما من هادي هادشي اللي كاين. المهم غير قلبي هادي راه غتسد لك وغت المهم غتعاود تسد لك، حيت هي اللي صعيبه هادي، انا كنت قلبتها واحد النهار ومبغاش تسد ليا، ومني رديتها بحقها كيف بلاصتها عادت سدات. صافي غنحبس معكم هنا الفيديو، نقول لكم السلام عليكم وصلوا في ريوسكم مساج دائما، انني احبكم في الله قبل لكم أخواتي.